الحصري والمميز فقط على استوديو بيان. للطلب 050-2170-1700 يا هادي شعز وشموخ الله تخرج اللي يستحق الزود عبد الإله المدح كفنا ملازم ويستاهل الرتبة وتسمو فخر في هيبته والله عبد الإله اللي رقى عالي واسمع سنام المجد يحتل عبد الإله وهيبة حضوره تتصدر حضوره وفخر كله مبروك له مبروك له مبروك جعل الفخر حليفه وخله جعل الفخر حليفه وخله أبو فراس اللي رفع راسه بالمركز اللي شبهه احتله راعي الكرم والعز والنماس والشبل من ذاك لسدله حققت والله امنيات امك دعاها عنك ما انقطع وهله يوم فراس اللي تباها بك بنت الفخر هي شمسه صيدهم طايل وخوالك أهل المجد وسكلة ويلا عسانا قادم نشوفك قايد سرايا جيشنا كله قايد سرايا جيشنا كله للطلب 050-2170-1735 دق 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 السلام العسكري وقف يا هاجي شعز وشموخ الله تخرج يستحق الزود عبد الإله المدح كفله ملازم ويستاهل الرتبة وتسمو فخر في هيبته والله عبد الإله اللي رقى عالي واسمع سنام المجد يحتله عبد الإله وهيبة حضوره تتصدر حضور الفخر كله مبروك له مبروك له مبروك جعل الفخر حليفه وخله جعل الفخر حليفه وخله أبو راعي الكرم والعز والنماس والشبل من ذاك لسدله حققت والله امنيات امك دعاها عنك ما انقطع وهله يوم فراس اللي تباها بك بنت الفخر هي شمسه وظله كل الجماعه عمهم فخر فرحانه لك وانجازك تقله وعضيدك اخوانك اهل العليه وخواتك اهل الزين والقبله وعمامك اللي صيدهم ويلا عسانا قادم نشوفك قايد سرايا جيشنا كله قايد سرايا جيشنا كله قايد سرايا جيشنا كله